السلام عليكم خياتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. نبداو الفيديو كما العاده بالصلاه والسلام على سيدنا محمد عليه الف صلاه والسلام. الزفله كنت في حذاي، مرحبا يا سكنت، مرحبا سيدي لنا، مرحبا سيدي ديالنا تجديدين. ان شاء الله تقيم في كذي اما تقرا صراحه مثلا بعيد لا فيديو بوسيكني اي شكيت قيم في كان هي الى فيديو بوسيكي. كما راكم تشوفوا خياتي، راني بديت لكم الفيديو هكذا مع الصباح، راكم تشوفوني راني كامل من فخار، راني كامل كيفاش نقول لكم، المورال راه هابط. واش نقول لكم صراحه، راني ما رانيش كامل في نهاري، فوالا راني سافا با ديتو. شوفوا الاخوات، كي يكون عندي نهار مشارجي خياتي، كي يكون نهاري مشارجي ليلة ما تكونش كامل مليحة صراحة. من الصباح الموال يهبط، ونحاول ندير كلش باش هكذا نطلعو، ونكون زعما قد هذاك كيفاش نقول لكم البروغرام اللي عندي صراحة. هذا هو البروغرام اللي نتبعو، زعما نحاول نطلع المورال لروحي، نحاول قدر المستطاع باش نكون هكذا، باش زعما تلحق العشية ونكون سلكت هذاك البروغرام. فصل الفيديو تاع اليوم فيه مشتريات، فيه كيفاش نقول لكم وصفه خفيفه هكذا موالفه نديرها معكم. وشنو تاني وراح نشوفوا معايا وشنو، يا الله راح نديروا شويه تغييرات، راح نبداو في التغييرات اللي راح نديرها في الكوزينه تاعي، الكوزينه تاع راني في دار الكرا على بالكم. راح ندير فيها تغييرات بيان سور، ماشي راح نهدم نهد ولا نهدم زعما حاجه ونبدل، بصح اقعدوا معايا حتى الاخر. ما تنساوش برك خياتي بلايك كومونتير يطلع المورال، ويشترك اللي مازال ما اشتركش. المهم هنا خياتي جيت نشارك معكم بعض مشترياتي لهذا رمضان الى كنا من حيا بيان سور. كما نقول لكم دائما بيان سور، انا عندي مده من اللي راني نستخدمهم، ماشي زعما مده كبيره، عندي قيس هكذاك سمانه وقيله من اللي لحقوني صافي راني نستعمل فيهم. وقيلا شفتوهم معايا لا ديرنيغ فوا، وقيلا كسرونا ولا هكذاك حطيت بها الماء ولا درت بها سفنج ولا كاش حاجه نهار الجمعه نورمالمون. المهم عندي ابل بري سمانه ملي لحقوني فاصون، انا كومانديتهم من عند باجا هكذا في الانستغرام. واش نقولكم، جاوني وقيلا 2,300,000 ولا 400 هكذاك. المهم فهاد لاصيلي كامل، وهاد شيت المقالي على بالكم دائما عندي بروبليم في المقالي. هاد الخطره شيت هادوما، ان شاء الله راحين ينجحوا، وان شاء الله راحين نستمتع بهم بيان سور في هاد رمضان. راني باسي الى كنتو تشفاو شيت هكذا زوج كانوا كارثه. بالنسبه لهادو نورمالمون بور لانستون ملاح هايلين من الكرانيت نورمالمون. دفاسون انا ما نعرفش زعما ندير لكم كلش زعما هكذا اون ديتاي، مي بصح هايلين. قلت لكم مشيتهم من واحد الباجا في الانستغرام، وقيل عندهم واحده اخرى في الفيسبوك يا سارة ماركت، لا راكم تشوفوها هي دائما تجوز لنا زعما كي نجوزو هكذا في الفيسبوك ولا نجوزو هكذا في الانستغرام، دائما لاباج تاعهم تجوز لكم. شفت الموديل هذا عجبني، وقلت زعما راح كيفاش نقول لكم، راح نشوف هكذا التعليقات تاع الاخوات اللي كانت تعليقاتهم كامل ملاح على هذا الصوالح كامل. ومن بعد قلت راح نشري وحده وهكذا نستفاد منها ان شاء الله. بو لانستو قلت لكم راهي مليحه بيان سور، للاستخدام تاعها لازم المغرفه تاعك تكون تاع السيليكون ولا لابيس تاعك تكون تاع السيليكون باش ما تجرحيش. اون بلوس العفسه تاعك اللي راح تغسلي بها لا لافيت هذيك لازم تكون حنينه، ما لازمش تكون زعما هذيك تاع اجاكس ولا كيفاش نقول لكم وراهي سنو دقيقه نحوس لكم هذيك العفسه. فوالا راني جبتها لكم، ما تغسلوهاش بهذه، فهمتوا؟ هذه عندها كيفاش نقول لكم كشغل حديد راح يتقشر لكم ديريكتومون. انا بول انستون راني نغسلهم بهذه ولا بال كيفاش نقول لكم حاجه تاع البونج وخلاص. كني كنت ناسنا شو راني كني كوماند درتنا في لاباج وكذا كي كنا ناخذ تي دي سميس فاصون. بول انستون هان اشو كان الا قد تخدموا في مثلا ثمانية اسميس تاعهم جاي من السيليكون، الحاجه ما تصير الحاجه كي بيان كنت تفهمها حاجه تنتج على حالها سامبلومون. فوالا كي كنت نير شغل توجور رمضان، ماشي شغل كي كيني كيني تبازي على فين حوايجها رمضان، ماشي اوبليجي ما بدا لها كلش، مي تبازي على شو حوايجها سورتو بيسكي قال لك اليوتيوب كي تكون صافي لاق زعما كتي الحاجه بيزونطابل بيان الكلي يجها كي كيما مجعف الذاوني واعر هذا يخدم كلش
هاد انت قاعد كنت قاعد تجلس الحقاب ديالي والفغي بوليس مي ما نتبع هذا راه شويه شويه تو غنفهم تسوا تاع تولي ما يمكنش شحال السن كي صغير ما كي كنتي مش طاحني كانوا في بلي تخدم انت ديك رخيص شحال يبقى 55000 في الثانيه ولا شحال كني نورمال ملي تسوا ساكنه يقدر الحقاب كنت بعد في كذا بعد يدير كي على كل حال و بلوس نبارطاج هاك كنت قال اليوتيوب هذا اش كنت ندير انا كنت بور لاستو هانت في تشتيت اش كيت لا لا خذ كل هام بيان بور لاستو لحد الان كلش راه سوا سوا شريت ثاني هاد المغارف خياتي قلت راح نستخدمهم في هذا رمضان الا كنا محليين بيان سور شريتهم في الدوري شريتهم 25000 وقيل الوحده نورمالمون 25000 الوحده هنايا في واحد الماجازان اون فاس شفتو البورطاي تاع السبيطار فين مفتيح ديال البورطاي تاع السبيطار اون فاس نس لي ولكن يلا المغازين زوج كل حوالي كي كل لي مول الكلي فوالا غادي نتي دوا 25 جنيه وكذا كاين زعما باغ ندي طاشو نعس ما الا صبات ديال حاجه يلها ديجا غير تسني شي حاجه يلها شغل حاجه بغرو ما تصغو مضيس ما فيهم انت تفهم شغل الهان بيان تي سونسن اي شكل يعني مقرن وكذا كي باغ ندي دوغ ماي سينما سيكسو ما ضغرو ما زاد دي فونت حوجي كي الحاجه غير تنقعد يشغل راكو تشوفو غياتي بو لانستون زدت هاد الطراشل وزدت تاني هاد المغارف تاع كيفاش نقولكم راه ما مقاليم واللحم تاع هذاك ما يحولوش ما يزولو ما يحولو ما على باليش دركا راح نشوفو مع الوقت راح نرجع لكم بالخبر ونقولكم رايي فيهم هذا مكان ما كانش عندي زعما هاد اللون وحبيت ندخلو في هذا رمضان زعما ماشي ما كانش عندي كانوا عندي مغارف هكذا كيفاش نقولكم الدوري تاعهم خفيف فوالا هاي لكم كاين في الدوري تنحاو هادو تاني وحبيت زعما ندخلهم زعما كذا زعما حاجه كما قلت لكم تاني بالقبيله خاتي سي فري ما نقدروش زعما كل رمضان هكذا نبدلو كلش نبدلو كلش بصح انا بليس كراني في اليوتيوب صافي راني نحاول قدر المستطاع زعما كل فتره نجيب لكم زعما هكذا حاجه مليحه جديده كيفاش نقول لكم زعما نشاركها معكم بياسور انا نستخدمها وانتم الا شفتوا زعما عجبتكم ثاني تقدروا تستخدموها ثاني على خاطر هكذا الفوا انا وحده منكم كي نشوف هكذا بعض الفيديوهات يعجبوني مشتريات يعجبوني فيديوهات تاع المشتريات التغييرات بياسور قعدوا معايا حتى الاخير راح نبداو تغييرات في الكوزينه اليوم معكم باذن الرحمن كني كنت ناقص ما بيزور قيم في كذا ما تسجل على سجنية نفذو تغيرات في كوزين تجني بإذن الله تم زوارو ثوكلي ده فريجي ديار تولي تتنك ما صاك ساعة ثوكلي قلت لكم خياتي راح نبدأ التغيرات بإذن الرحمن نورمال مو راح نحاول هكذا ندير معكم كل حاجة إلى قدرت بيزور فوالا قعدوا معايا حتى الأخير ما تروحوش بعيد خياتي راح نشارك معكم كلش وهنا خياتي بالنسبه للفطور تاع اليوم راني درت لهم هكذا شويه عدس رابيد اكسبريس كما موالفه نديرو معكم جا خياتي رائع جا شهيتكم في الجنه ان شاء الله راح نزيد شويه هكذا حشيش بغيتو بالحشيش وبعد كني كنت نايس مع الفاضور خماز نشطح العدس هكذا خفيفين كان انا كنت خدمتي كان رابيد اكسبريس خاطر شفتو فغالا كنت واجمت قرية زرار ذا زرار ذا هاذا تورا ذاين السخسي غا ثان سوا سوا كان ومن بعد ملي حضر الفاضور راه تيتحمل هاذا راكم تشوفو خيات المرقة تاعو كيفاش راهي خاطرة ما شاء الله قلت لكم شحال من خطرة نديرو هكذا الوصفة تاعو سهلة جدا درتها شحال من خطرة في القناة ندير كلش شوفو ندير الما يتغلى ومن بعد انا نقشر هذيك البصله هذاك العدس اللي شمختو بيان سور حبه تاع الزروديه حبه تاع الكورجيت حبه تاع البطاطا نديرهم ندير كلشي على ضربه كي نشوف الماء تاعي تغلى نديرهم على ضربه نخليه يطيب ما ندير لا زيت لا ملح لا لي زيبيس كي نشوف كامل هذوك الصوالح طابو سمعوا الكيره تاع العصافير سمعوا كي نشوفهم كامل تغلاو وطابو بيان زبده ومن بعد راح نزيد الزيبيس تاعي نخليه ثاني كيفاش نقول لكم يتغلى هكذا قص 5 دقائق 10 دقائق مع الزيبيس هو والزيت والملح ونطفي عليه والسلام عليكم العدسه تاعي راهي طابت ما شاء الله فوالا
كني كنت ناس ما دقيقه كانت تسوجد تسمعي لي الشطوفه ضاره دقيقه كانت دي وجود فوالا اذن جدي شهد ذولا. هنا خياتي كيما راكم تشوفوا راني رفدت كامل الصوالح تاع الكوزينه للصالون باش هكذا نبدا في التغييرات اللي قلتها لكم على الكوزينه تاعي. صافي رفدت كلش نحيت كامل الماعن نروح نغسل الكوزينه ومن بعد راح نكمل معكم صوالح واحد اخرين فهمتوا. كي كنت نايس ماذا قلت تقريا رفدت كلش على الصالون تولي متكسر دوكا ينو كي لازم نخلي زيليمون دي بلاصيات كلش باش كني هاد ادلي بيراش طوح تاع كوزينتني وضروحه غاد فدوق اش كنا نخدم لي شونجموني وكان نخدم في كوزينت السلام تاع دهني كنت على الصالون كينو اذا فكرتي نجي ما وجدنا يمكن نقارن كني داخل استقبلت ما مشيتي ضنك ساعه هذوك بالكون وقلت غا ما سنسمساوك سلا بينتو شورج ما يلف غنغشو بغني تسرس هنا دينا كو صالون بعد تنضب قاع زرام ايش تيضني قد ليلى وكفونا لا كفو غالو كسي تيضن هاتن هاتن كوزينتي نوك ما صغات ديمونتير لي زيليموني وكلي ثني تكسا خاطرنا كنت تدي تخدم كيران تغيرات الكوزين تد ان شاء الله تقيمت كان كيدي اللي فيديوهات دي تدون داغن وسن وسن قد يستون فوالا هاتن اتولي مثلا كي عرفت دراسه كوزين تنين نور الحاجه تم زوار تروح ديريكت داغون تخدم لا بريمير كوش اي تبوري كيني نوبوطاجي خطر ديغوتي غادي سنت ما ناخذ انت سي فري المارو كيني تفنى لك ديسير فان مي كينو حمل غال حاجه تفركنت خدم لا بريمير كوش اتجا واحد الساعه سنه سويعات توك بيوم في حريم بعد دوغ لا دوزيام طروازيام كيتيريام بالك باش كيني لا كولور ني فيغ بيسك انت تفونسي كيني الزغت سقشار غير كلي بغد سمح لي بيض لا بينتور نزيد حوسه شغل كما تقشر دوك شطح تاع واش تيو مي مي تريمات كوزين تفتح طاقني باش تكاو لا بينتور كيني حوسه غير منو صافا باك شغل انا كما سكيتي دو بحري انا كنت دس خدمه بروميير كوش فالا جات ثلاث تكاو كل يوم بعد دو على دوزيام كوش كني كان سنه سوايع ثلاث سوايع دو على غرس اما تي صرف انا تي خمسه باش كني يدفن بيان اتيم تو كي صغار مي بالي تي بوري كيني خطر السقون تو صغار وانت خدمنا مي نخدم في زام تاع خام الكراغامك لا غاج في داي كوجي وانا مشي طبيع كانوا خلاص لي سونسيال لا بدا عشير هنا وخلاص هي كي كنت هنا وقرا كنت كل حاجه ساعه سبان سايغه زعما بلي جا خامي وكل الله هكا 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 مي كل حاجه ساعه مكان سدوني تقي ولا نشغل وزعما غات نهضر قال يوتيوب ولا نشغل وزعما راه نبارطاجا كي تكون سمح مثي كان ذي كان ازما كنت ديني غثاد الناس نستنى نو دوزيام كوشا مكي كنت نير من بعد اتجاهل انا تقرا من بعد كي مزاك ني كان ما سلكاتو كلي راكو تشوفوا خياتي درت الكوش الاولى وخليتها تنشف باش نجي ندير دوزيام كوش راني نديرها بلا بانتور تاع الزيت قلت لكم درت الاولى وما تقولوليش لي علاش ما نحيتيش البيبان ولا هكذا هكذا ما كنتش قادره نحيهم حاولت حتى هذوك شفتوا هذوك اليدين داروهم بالمسمار ديراكتوم ماشي بالفيس بالمسمار طرق 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 وسمروهم ما كنتش قادره نحيهم وصافي كنت قلت راح ندير برك هكذا جد بالموجود كما نقول لكم دائما نحاول نسلك روحي بروحي من ما راحش نكلف روحي بزاف فوالا دركا راح ندير كامل هاد الالوان راح نبدل كامل هذاك المارون شوفوا قلقني في الكوزينه هذاك اللون المارون قلقني في الكوزينه ان شاء الله راح تقعدوا معايا خياتي في هاد الايام راح نشوفوا التغيير اللي راح نديرو هاد اليوم راني بديت لكم التغييرات ومن بعد ان شاء الله في الفيديو القادم راح نوري لكم التغيير اللي درتو بون بالنسبه لليوم راني ندير لكم المونتاج وهذوك العفايس ثاني سيبو راهم في بلايصهم كامل بصح راح تشوفوا معايا كوزينه جديده نهار واحد اخر ان شاء الله قعدوا معايا فقط في الفيديوهات القادمه راح نديروا تغيير رائع في الكوزينه تاعي في الكوزينه تاع الكرامه الكيري كرا قلت لكم ما راحش نهدم هكذا ونبني بيسك ماشي داري بصح راح نحاول قدر المستطاع نرجعها هكذا كوزينه رائعه فوالا نحب شوفوا اكبر ولا اطول بلاصه ماشي اكبر كيفاش نقولها لكم دركا شغل البلاصه اللي نجوزو فيها اكبر وقت هي الكوزينه الكوزينه صافي دائما النساء يحبوا يكونوا هكذا ملاح واش نقول لكم فوالا هنا كي سلكنا كامل في المساء كانت سيقت كامل هكذا كيفاش نقول لكم بدينا السياق قلت لاختي ياسمين في عنايتك طلعي نحينا لي زيليمو هذوك وقلت لها في عنايتك طلعي لي هكذا فوق البوطاجي ومسحي لي كامل هذوك العفايس على خاطر ملي حطيت هذاك لي ليمو ما كنتش قادره نطلع
بكونش قادره نطلع. شوفوا انا عندي لي فيرتيج وعندي نخاف بزاف، سورتو كي نكون هكذا وحدي. و المهم ما كنتش قادره نلحق لهذيك البلايص حتى جات اختي ياسمين ونحينا كامل لي زيليمو هذوك. ومن بعد قلت راح نمد لها هكذا عفسه تغسلهم لي ونحي كامل السبك الموجود ونبريباريو الكوزينه تاعنا لرمضان الا كنا منحيين. اذا خياتي نقولكم على هذا المنظر راح نخليكم، نقولكم تهلاو في روحكم في والديكم. هذا هو الفيديو تاع اليوم، هذا واش قدرت نحط لكم خياتي، نقولكم تهلاو في روحكم في والديكم في ولادكم الى فيديو اخر ان شاء الله. اكني كنت ناس ما تقيل فيديو بس اكيد يجي حقاكم تتخدم سمحت لي كان الي فيديو وسيدي تدون ان شاء الله. كنت ناس حذرت ايمان كنت داريان كنت الوالدين كنت ارسم لي ان شاء الله قيمه كان كيدير لي فيديو هذه تدون خطره ديال انت اش كنت. باي باي خياتي، مع السلامه.